إذن الجانب الآخر من الرواية. بوادر أزمة ظهرت خلال الأيام الماضية مع دولة السودان الشقيقة تصاعدت بإعلان إبراهيم غندور وزير خارجية السودان أن الخرطوم وثقت انتخابات مجلس النواب المصري التي عقدت مؤخراً في حلي وشلاتين وتم إرسالها إلى مجلس الأمن الدولي موضحاً أن للسودان شكوى قديمة في مجلس الأمن يجددها كل عام. وبدأت الأزمة باتهامات من الجانب السوداني بإساءة معاملة السودانيين في مصر. سلمت على إثرها سفارة الخرطوم بالقاهرة مذكرة لوزارة الخارجية بشأن توقيف مواطنين سودانيين بالقاهرة. وقال السفير رشاد فراج الطيب القائم بأعمال السفارة بالإنابة إن الجانب السوداني طلب من الخارجية التحقيق في تلك التجاوزات ووقفها فوراً، وإنها إجراءات أصابت الكثير من السودانيين بأذى شديد، خاصة أن الوجود السوداني في مصر يأتي دائماً دعماً للسياحة والاقتصاد المصرية وليس خصماً على الحالة الأمنية، وإنه لو استمرت تلك الإجراءات بما فيها من تجاوزات للقانون فإنها سوف تضر ضرراً بالغاً بعلاقات الشعبين. والتقى وزير الخارجية سامح شكري السفير عبد المحمود عبد الحليم سفير جمهورية السودان بالقاهرة، حيث أكد أن الأشقاء السودانيين يقيمون في مصر باعتبارها وطنهم الثاني وأنه لا يوجد أي تمييز أو معاملة سيئة ضدهم، وطلبه بموافاته بأية حالات تحوم الشكوك حول تعرضها لأية مضايقات للتحقق منها على الفور. فيما اتهم وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور أمام برلمان دولته الشرطة المصرية بقتل 16 سودانيا يوم 15 من نوفمبر الجاري، وكشف بيان بعدها من المتحدث العسكري أن قتلهم تم خلال محاولة إحباط تسلل عبر الحدود الدولية تحت إشراف عناصر إجرامية تقوم بتسهيل أعمال هجرة غير شرعية، وأصيب خلالها مجند بطلق ناري نافذ بالظهر. وقال السفير أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية أن ما يحدث من تفتيش أو إجراءات ضد السودانيين إنما هي حملات عامة على الجميع وليس على السودانيين فقط، وعمليات القبض التي تمت لبعض السودانيين ترتبط بأحداث محددة ومخالفات تطبق حتى على المصريين أنفسهم. طيب الجانب الآخر بقى للرواية فيما يخص بوادر الأزمة أو مظاهر أزمة، وهي أزمة مفتعلة بطبيعة الحال. خليني بس أقول حقائق أساسية في الأول. لازم نفصل ما بين أي اختلافات بين حكومات أو أي رغبة من حكومة ما بالمزايدة على حكومة أخرى وبين علاقات الشعوب. الشعب المصري والشعب السوداني شعب واحد، عشان بس الأمور تبقى واضحة. صحيح الشعب السوداني ومن قديم عنده غصة كده وحساسية شديدة ان المصريين بيتعاملوا بمنطق فيه تعالي او فيه ترفع او احساس استعماري كده، ان احنا يعني السودان بتاعتنا وبصلها بطريقة كده فيها تعالي، وربما يكون لده جذوره وربما يكون لده وجهته. لابد ان احنا نراجع نفسنا ونحاسب نفسنا ونقوم إذا كان المشاعر دي موجودة بشكل دفين لدى البعض أو موروثة لدى البعض، نقوم هذا الإحساس ونقاومه وفي نفس الوقت نعمق ونعظم العلاقة اللي هي حقيقية وصادقة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال إن احنا نقول في أي لحظة من اللحظات في تباين بين الشعبين. في توترات بتحصل، في توترات بتحصل شأن ما التوترات بتحصل بين محافظة وأخرى في مصر، ما بين عائلة وأخرى في مصر، لكن في استخدام سياسي للحوادث، طبعا في استخدام سياسي وفي شغل سياسة في الموضوع عايز يعكر أو يفسد أو يفتعل، طبعا في. خلينا نتوقف هنا عند النقطة الثانية بقى في الحقائق الأساسية اللي لازم تتقال، انه لا يمكن محاسبة علاقات وشعبين يحاسبوا بعض على وسائل التواصل الاجتماعي وما تنتجه او ما تنضح به او ما يعني تنشره وتذيعه وتتبادله. وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك وغيره شيء مخرب للشخصية العربية عموما، وشيء مخرب لعلاقات مش الشعوب، علاقة الشعب بنفسه ببعضه. يعني فجيش تقول أصلهم قالوا على الفيس، أصلهم عاملين حملة على الفيس، أصل في إيه عاملين إيه في الفيس، ده كلام فارغ.
كله مخطط طالع من بعض النفوس المريضة أو طالع في الأجزاء في الأجزاء المريضة من النفوس السوية. حملات، طيارات شغالة فيها، طيارات سياسية ولا تنظيمات ولا لجان إلكترونية. فما تقولش أصوم بيقولوا أصوم على النت عاملين ده عننا إيه ده كلام ده ولا ده. كل دي حملات جزء الأساس فيها التدبير والتزوير والتنظيم للحملة، ولي تمت بصلة إلى أرض الواقع. ممكن تأثر في الواقع، طبعا تأثر في الواقع، بتسخن الناس على بعض زي ما بيحصل من الفيسبوك ومن تويتر ومن الفيسبوك وسائل التواصل الاجتماعي عموما. يعني في الثقافة العربية، الثقافة العربية تعاملت بشكل متخلف مع وسائل التواصل الاجتماعي، فبقى احنا اكثر ناس بنمزع في بعض ونقطع في بعض ونطلع افظع ما فينا من بعض، بينما العالم بيتعامل بشكل اكثر تحضرا ورقيا كتير. معنا احنا المجتمعات المكبوتة اللي بدأت يعني تحول لوسائل التواصل الاجتماعي وسائل للتناحر الاجتماعي. فما تحاسبش، ما تقولش اصل السودانيين بيقولوا، لا السودانيين ما بيقولوش يا اخويا. ده وسائل التواصل الاجتماعي، ده ولا تعرف، ممكن ما يكونوش سودانيين اصلا. انما وكمان ما تقولش اصل الاعلام السوداني، لانه اصل هيقول لك برضه الاعلام المصري. واحنا عارفين ان الاعلام عموما في اوطاننا العربيه اعلام موجه في اغلبه، واعلام كمان لا يتمتع بالرشادة ولا النضج. أنا بقول ده على الإعلام المصري زي الإعلام السوداني زي الإعلام السعودي زي الإعلام الليبي، لو إن ليبيا يعني ربنا يكون في عونها، زي أي إعلام لا يتمتع لا بالرشادة ولا بالنضج، فضلا على إنه إعلام مرتبط ارتباط شديد بأجهزة وحكومة. إحنا ما عندناش حرية يعني في المجتمعات العربية تقول لنا. طبعا أنا رأيي إن مصر أكتر شعب في الدنيا أو أكتر إعلام في الدنيا العربية يعني حر، إذا لم يكن الحر الوحيد مع تونس بس، إنما كل الإعلام الآخر يعني إعلام متشابك مع الدولة أو مع الحكومة، بما فيه الإعلام المصري، عشان بس برضو الأمور ما تنسقش إلى أحكام نهائية قاطعة. فما تقوليش أصل الإعلام، أصل الصحافة السودانية يا سيدي هم يعني سخنوا وعايزين يسخنوا ويبيعوا والنعرة الوطنية. ممكن برضه احنا عايشين، احنا ده احنا كنا قاعدين، ده احنا بقالنا اسبوعين النعرة بتاعت المؤامرة على مصر والعالم بيتآمر علينا، زعلانين ان اخواننا السودانيين يجي لهم نفس النعرة لحادثة هنا ولا هنا، وحد قاعد ينفخ فجات لهم القصة بتاعت الحق بيعملوا فينا ويسووا فينا. الهم طايلنا كلنا، غياب الرشادة وغياب النضج عند العقل العربي كله. فدول نقطتين لازم نتحسب واحنا بنتكلم عن بوادر الأزمة دي او الأزمة المصنوعة والمصطنعة دي. انقل منهم بقى الى ايه هي موضوع الأزمة. اي شكوى ولو مفتعلة واي شكوى ولو مش دقيقة من اي سوداني، مش من الحكومة السودانية، من أي سوداني زي من أي مواطن مصري، لابد التعامل معاها بمنتهى الاحترام والتحري والتحقق منها، برضو دونما إنكار فوري واستنفار على طول لا كذا ده لا، نفكر في كل. ويمكن وإحنا لما نتحرى وندقق نعرف الحقيقة أكتر ونتعامل مع الموضوع بأكثر عقلانية. بمعنى هما في ثلاث نقط، سواء وزير خارجية السودان أو الإعلام السوداني أو وسائل التواصل الاجتماعي، بيدور كلها القصة على الثلاث نقط دول. النقطة الأولانية إجراء الانتخابات في حلايب، ودي قصة مكررة وتقليدية وإحنا أجرينا كل الانتخابات اللي فاتت في حلايب، والسودان اشتكت في الانتخابات في موضوع حلايب في كل المرات السابقة، فده موضوع كل طرف بيثبت حقه في الخلاف حوالين موضوع حلايب وشلاتين فتخروا ده، يعني أكثر الدول صداقة مع بعض يعني وبيبقى فيها مشاكل حدودية واختلافات حدودية. تستخدم؟ بتستخدم طبيعي. هجي لك أنا دلوقتي الحكومة السودانية، جوهر القصة عند الحكومة السودانية. النقطة المشكلة الثانية، المشكلة الخاصة بأنهم بيقولوا إنه الأمن في مصر قتل 16 سوداني على الحدود مع إسرائيل، وإنه دول لاجئين، وإنه ده اعتداء وقتل للسودانيين. خلينا نتحرى الواقعة دي لأنه مسألة مهمة جدا احنا نعرف الحكاية دي.
واحنا كشعب مصري نعرف ايه صحيح هو ده اللي حصل. الجيش عندنا قال لنا لا دول 5 مش 16 وفي 5 مصابين وكلهم سودانيين فعلا اللي في الحادثة دي، وده كان في تعقب مجموعات تهريب واتجار بالبشر على الحدود المصرية الإسرائيلية اللي هي فلسطين المحتلة طبعا، والإسرائيلية باعتبار يعني الواقع البائس، إنما دي فلسطين المحتلة. طيب هنا بقى لازم نسأل نفسنا يعني، والشعب السوداني من كل حب اللي موجودين في مصر قبل حتى اللي موجودين في السودان، الواقع يعني هذه الواقع انت بتقول بنقتل سودانيين او الحكومة بتقتل سودانيين، طيب خلينا نسأل نفسنا هو فين يعني بتقتل السودانيين فين في واقع التهريب؟ انت عايز تسميهم لاجئين مش عارف لاجئين لايه، يعني السوداني طالع من السودان تحت رايح يتسلل لإسرائيل، انت عايزني اعتبرهم لاجئين ليه؟ انا ما اعتبرهمش لاجئين، خلي مصر تبقى واضحة بقى، الحكومة المصرية تبقى واضحة تقول اللي بنلاقيهم هنا دول ما اعتبرهمش لاجئين، لكن كمان خلينا واضحين هو كل واحد تلاقيه متسلل على الحدود تتعامل معاه بالنيران؟ يبقى هنا لازم نسأل نفسنا ونسأل حكومتنا ونقول لهم قولوا لنا بقى سودانيين او غيرهم، لانه في أفارقة كتير وغيرهم، التعامل هنا مع الجهات المهربين والمتسللين، لأنها منطقة خطرة جدا ومليانة إرهاب وتهريب مخدرات وحدود مع من نعتبره إحنا كشعب عدو، الحكومة تعتبره حاجة تانية ده موضوع تاني، فدي منطقة خطرة أنت بتتعامل معها كده بإطلاق النار على ما ينفعش يرد ولا أصف. هو يرد عليك إيه؟ البيان الجيش يقولك لا ده هم تبادلوا النيران معانا، فتبادل النيران أدى لموتهم. هيجوا المواطن السوداني يقول لك لا انتوا اللي استهدفتوهم، طب ما هو برضه السؤال ناس بتهرب على الحدود، انت مش متخيل اللي معاهم مهربين؟ يعني انت متصور مثلا المواطن السوداني ال 16 سوداني اللي انت بتقول عليهم خرجوا من السودان راحوا على الحدود كده لوحدهم من غير ما حد بيوديهم وبيرشدهم ومديله فلوس عشان يهربهم، يعني عصابات تهريب، انت تستبعد انه عصابة بالعقل كده؟ طب مصر ما بتقولش حقيقه بالعقل كده، نفكر فيها بالعقل، المجموعات اللي على تهريب الحدود مش لازم تبقى مسلحه؟ امال هيهربوا على الحدود ايه؟ ثم لما يجي الامن بيقبض عليهم القوم والقبض عليهم فبيضربوا بالرصاص على قوات الامن، فقوات الامن بترد عليهم، اذا لما اقول ان في اشتباك ناري منطقي مش افترى، ده منطقي لانه ده احنا على الحدود ومهربين، يا المهربين ملائكه مركب لهم جناحين بيضوا بيعدوا الحدود، ومهربين مصريين على فكره وسيناويه وبتاع برضه عشان الامور تبقى واضحه، مفيش ملائكه يعني. اذا يبقى لما نتكلم عن الواقعه دي، لما السودان تشتكي من الواقعه دي لازم تشتكي حقها، لكن تشتكي في ظروف الواقعه. اولا الواقعه دي مثلا استهداف للسودانيين بعينهم كشعب او كجنسيه؟ بالتاكيد لا، اي عائل في الدنيا، اي مش اي عائل، اي حد ادنى من العقل، ده مش استهداف لا للسودانيين ولا لغيرهم، ده تعامل مع مهربين. اطلاق نيران، قال لك اطلاق نيران، اثبت بقى انهم ما اطلقوش النيران، بيقولوا انه ليه بقى؟ لانه الواقع يقول منطقه حدوديه وتهريب يبقى في نيران، امال يعني ازاي هيهربوا من غير ما يبقى معاهم مسلحين بيهربوهم على الحدود؟ مش هسألك بقى رايحين اسرائيل يعملوا ايه وايه مسؤوليتك انت، انت بتتعامل معاهم انهم مواطن سوداني راح يهرب رايح اسرائيل، ده موضوع تاني، انا بتعامل معاهم كمتسلل مش كمعتبر مواطن سوداني، كي ولا يكش يكون مصري، هنا متسلل وهنا بيهرب وهنا في واحنا طول الوقت عندنا تقارير دوليه بتقول المنطقه دي منطقه اتجار بالبشر يبقى ما ينفعش، طب انا بحاول اقبض عليه هو بيقاومني اعمل ايه طيب؟ يبقى مش استهداف لجنسية ولا استهداف لشعب ولا استهداف لعلاقة مع دولة شقيقة وصديقة فعلا زي السودان، يبقى لازم نخف من الوطأة شوي. احنا كسودانيين انا اعتبر نفسي يعني سوداني لان انا ابن هذه الحضارة المصرية اللي بتعتبر السودان جزء اصيل من ضميرها ووجدانها مش في سلطتها، ما بتكلمش على السلطات واحنا كنا فاتحين السودان زمان وكنا بنحكم يا سيدي، لا انا بكلمك كوحدة وادي النيل يعني، فبقول انا كسوداني افكر ده في واقع التهريب في منطقه ملغمه جدا بالمشاكل، فضلا على انه تتبادل النيران، ثم ده مش قضيه ممنهجه
ولا استهداف شعب ولا عرق ولا سودان ولا غيرها. يبقى عندي تشككات اعلنها، عندي تضامن مع ابناء السودانيين اللي في الواقعة دي وارد، ليه لا؟ لكن في الاطار اللي انا بتكلم فيه، مش اطار تحويل الموضوع انه بيقتلوا السودانيين. يقتلوا ليه؟ يعني ليه يعني اصبنا بجنون نقتل شعبنا؟ طيب النقطة الثانية اللي بنتكلم فيها انه مواطن سوداني بيتم التحقيق معاه واحتجازه في احد اقسام الشرطة فتم الاعتداء عليه بالضرب. هما اللي لما اتقال الكلام ده فالشرطة قالت ده هو حاول يعتدي على الاسم. يا عم احنا عارفين في الاسم كلنا بنتضرب، مش السوداني بس، اخواننا السودانيين يعرفوا ان الموضوع ده بيعاني منه المصري قبل السوداني، ولازم شرطتنا تبقى على مستوى المسؤوليه. ومش هنرجع تاني لايام الغم الاسود ويبقى نلاقي نفسنا بنتضرب في الاقسام ولا بنتهزق في الاقسام، واهو وتيجي في مصري فشكوى من حقوق انسان ولا اهلنا ولا نقعد نكلم مين ضباط ايه فيقول لك معلش ده التصرف ايه، وتيجي في السوداني فتحصل ازمه او يوسف شخصيه اجنبيه فتحصل ازمه. مش معقول. بالنسبه لنا احنا بنقول بقى للشعب السوداني الممارسه دي، بالمناسبه طبعا انا ما بتكلمش عن واحد حقوق الانسان في السودان. السودان بتعاني من انتهاك رهيب في حقوق الانسان، والتضامن مع الشعب السوداني الحقيقي يعني ان احنا كلنا بنبقى ضد انتهاك حقوق الانسان، كانت في مصر ولا في السودان ولا في غيرها. والشعب السوداني اول حد عارف انه هو لا حكومه ديمقراطيه ولا دوله ديمقراطيه، ومش هنقعد نكذب على بعض. الهم طايل الجميع في الاوطان العربيه. طيب اذا الواقعه دي بنتكلم على واقعه ضرب او تعذيب في الاسم. الشعب السوداني لازم يعرف كويس ان دي واقعه بتحصل لمصريين ايضا. يعني يجي بقى السؤال هنا، هل دي واقعه ممنهجه؟ يعني في منهج كده في اقسام الشرطه ان اي سوداني يدخل تعذبه او تضربه؟ او حتى مواطن مصري؟ يعني كلها اعمال لازم نفهم انها على الاقل دلوقتي لما هتبقى ممنهجه ويبقى ده هنقول وهنواجه وهنقاوم ده زي ما قلنا ويعني وناضل الشعب المصري قبل 25 يناير. ده مش واقع ممنهج، دي حالات فرديه وتجاوزات. يعني ده مش منهج، ده تجاوز. فانت تدين وانت يسيئك لك كسوداني ويسيئني انا كمصري ويسيء اي حد، لكن في اطار ايه؟ لو صحت الواقعة انت هتشك طبعا لو قلنا انها ما صحتش. انا شخصيا تصح ما تصحش ليه؟ الناس بتضرب في الاساءه، ففي سوداني اتضرب في الاسم او اتعذب في الاسم فاشتكى فالدنيا مقلوب. تمشي ليه لا؟ تنكر ليه يعني؟ ما في وقائع لمصريين كتير بيتضربوا في الاسام وتعذبوا في الاسام، ولسه في الانتهاكات والتجاوزات دي، ولسه احنا عندنا امل كبير انها مجرد انتهاكات وتجاوزات فرديه ولم تعد منهجا للشرطه في التعامل مع المواطنين. يوم ما هتبقى منهج كلنا نقوم ضد هذا المنهج، واللي ما يقومش ضد هذا المنهج يبقى متواطئ ومدلس. يبقى مره اخرى للشعب السوداني في محاولات تسخينه، الواقعه دي واقعه فرديه ضحيتها سوداني، وهتلاقي جنبه في نفس اليوم من نفس الضرب مصري. يبقى احنا ندين الواقعه دي ونرفضها ونطلب اعتذار عنها زي ما كلنا بنطلب اعتذار عن اي انتهاك لمواطن مصري، لكن في حدود. محدش بقى يقول لي بيهينوا السودان وبيضربوا السودانيين وبيعذبوا السودان. مش حقيقي، مش حقيقي ومش عاقل. طب امال مين اللي بيسخن ويحول الموضوعات دي يخرجها من اطارها ويقعد ينفخ فيها؟ قلنا الاعلام وسائل التواصل الاجتماعي مقدور عليه، لكن انا بتهم السياسه السودانيه والحكومه السودانيه والرغبه في نفخ في ازمه وهميه. ليه؟ لان احنا قصاد تغطيه سودانيه واضحه، هنا بتكلم على الحكومه مش على الشعب السوداني، للتخاذل السوداني والخذلان السوداني اللي عاملها مصر. حكومة السودان، خلينا بواضح عشان أخرج موضوع الشعب من الحكاية، حكومة السودان تبيع مصر في سد النهضة، وكل تصرفات الحكومة السودانية متواطئة ضد مصر
ومتواطئة مع أثيوبيا في كل ملف سد النهضة منذ اليوم الأول وحتى الآن. كون إن الحكومة المصرية متراخية أو مسترخية أو لها حسابات خاطئة فتصمت وتسكت وتوافق على هذا التدليس، أو بتحاول تمد جسور ود مبالغ فيها وغير منطقية وفاشلة، وكأنه الاختلاف والخلاف السياسي الواقع ده يفسد، يا سيدي ما يفسدش العلاقات، ده اختلاف يجب الآن إن احنا نبقى نعلنه للشعب المصري. أنا بقول لكم الحكومة المصرية يا شعب مصر بتداري عنكم الحقيقة، مخبية عنكم فشلها في موضوع سد النهضة، ومخبية عنكم إنه أثيوبيا بتبني وبتستثمر سد النهضة تماما وبتكسب وقت، والحكومة السودانية متواطئة مع أثيوبيا وبيسوفوا وبيمدوا الوقت وبيضيعوا الوقت على مصر وبيخلوها أمر واقع، والحكومة المصرية لا تجيد التفاوض في هذا الملف، والمسؤولين عن هذا الملف لازم يتحاسبوا. واللي بتعمله السودان دلوقتي رفع درجة الأزمة المفتعلة دي وتستخدم فيها شعبها يعني والمشاعر والعواطف عشان تعمل الضباب عن الوقوف الواضح من الحكومة السودانية اللي هي إخوانية وليها طيار إسلامي مع أثيوبيا ضد مصر في الملف سد النهضة. يجي بقى يزورنا ويبوس بعض والحاجات دي قصص بقى بروتوكولية وقصص يعني تبويس اللحة ده ظاهرة عربية صميمة، واهلا وسهلا بكل ضيوفنا يعني، انما الحقيقه والجوهر هو اللي انا بقوله ده، واللي عنده كلام تاني يفضل يقوله، غير بقى الكلام اللف والدوران بقى كلام الدبلوماسي اللي ما فيهوش اي حاجه، ده ما فيهوش اي جوهر، اللي هو غزل بنات تيجي تعمله كده تلاقيه في ايدك دف في ايدك، ما فيش خالص، في فشل حقيقي في ملف سد النهضه، وكل اللي يقول لكم غير كده يبقى بيضللكم. ولا سبيل الان في موضوع سد النهضه الا ان مصر تتقدم الى التحكيم الدولي، خلصت خلصت. وانا ادعو المسؤولين المصريين الى قراءة كتاب مهم لدكتور وزير الخارجية السابق وامين جامعة الدول العربية الحالي، قد ايه وهو بيحكي دكتور نبيل عربي عن مفاوضات طابة يدينا والتحكيم يدينا نموذج مصر ممكن تعمل ايه بالعقل المنظم والجماعي في التعامل مع قضية تحكيم دولي مهمة جدا زي طابة. روحوا اقروا الكتاب ده، كتاب مهم جدا نتكلم فيه عن التحكيم الدولي في قضية طابة. قضية طابة هو كان بيتكلم عن كامب ديفيد وعن طابة، علشان احنا لا حل امامنا في موضوع سد النهضة الا الذهاب الى التحكيم الدولي. المشي ورا حسام المغازي هيودينا في دهية في سد النهضة، باب مغلق. الاستسلام للتواطؤ السوداني غفلة، لا أمل أمامنا الآن إلا التحكيم الدولي. وأنا قلت بوضوح قبل كده، لكن يبدو أنه يعني في إصرار وعناد في هذا الملف على استخدام نفس وسلوك نفس المنهج الفاشل. قلت ان هذا الملف لازم يبقى في حد مسؤول عنه مكلف من قبل الرئيس السيسي مباشرة، وهو السيد عمرو موسى، هو اللي اديله الملف ده يديره سواء مفاوضات او تحكيم دولي، على الاقل ان احنا نبقى نتعامل مع شخصية ذات حنكة وتاريخ وخبرة يقدر الرئيس يحاسبه ويقدر الشعب يسأله ويقدر احنا كمان نثق فيه كرئيس وكشعب نثق فيه شخصية زي عمرو موسى او غيرها مما يختارهم الرئيس يستلم الملف ده. لما نشوف نسيبه الموظفين هذا ما يجري بنا وفيه الآن. نلتقي بعد الفاصل بإذن الله.